احنا معانا دلوقتي اتصال مهم جدا الحقيقه، وهذا الاتصال هو متصل ومتسق ايضا مع جهود وزاره الصحه. الحقيقه يمكن وزاره الصحه اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه لترشيد استخدام مضادات الميكروبات امبارح، ونصحت المواطنين بعدم الافراط في استخدام المضادات الحيويه، واكدت انه ما ينفعش ان احنا نستخدم ادويه المضاد الحيوي بدون استشارة طبيب. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمينة، صباح الخير يا أستاذ مصطفى، تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. طيب لو تطلعنا بقى على أهم بنود الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، يمكن احنا بنسمع الحقيقه وزاره الصحه دايما بتعطي نصائح بعدم استخدام المضادات الحيويه ومضادات الميكروبات، يعني بدون استشاره طبيب او بدون نصيحه طبيب. لماذا هذه الاستراتيجيه الان؟ استاذة جمانة واستاذ صفا، خليني الاول احط الساده المشاهدين في ما هي المضادات الحيويه. المضادات الحيويه هي مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة بأنواع متعددة من البكتيريا. وليه سميناها مضادات حيوية؟ لأنها في بدايتها أول ما تم اكتشافها في الخمسينات 1954 تقريبا كان بيتم تصنيعها من كائنات حية. صحيح. وبالتالي سميت مضادات حيوية لأنها تنتج من كائنات حية لتحارب انتشار أو تقضي أو تقتل على كائنات حية أخرى ضارة. النهاردة بقى هناك لاحظت منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الصحية ووزارة الصحة المصرية أن هناك استخدام مفرط غير مبرر بل ضار من قبل المواطنين للمضادات الحيوية. بيظهر في صورة إيه؟ إنه استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وفي حال حتى وجود وصفة طبية لا يتم استخدام المضادات الحيوية للفترات المكتوبة في الوصفة الطبية. يعني كثير منا بمجرد ما يبدأ المضاد الحيوي يوم يومين بحيث إنه حالته تحسنت بيتوقف عن استخدام. نقطة ثالثة في الاستخدام الضار للمضادات الحيوية هي التشارك في المضادات الحيوية. احنا بنستخدم المضاد الحيوي يوم يومين وبعدين نخليه، واذا حد تاني من افراد الاسرة تعب بنروح متشاركين معاه نقول له انا اخدت المضاد الحيوي ده كويس خده. فهذه الممارسات اللي هي مش بس مقصورة على مصر لكنها موجودة على مستوى العالم وموجودة بشكل كبير في دول اقليم شرق المتوسط أدت إلى أنه في ما يقرب من 1,200,000 بيتوفوا بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، جزء منه سببه أن البكتيريا التي صنعت المضادات الحيوية أصلاً للقضاء عليها والتغلب عليها بدأت تكون مقاومة وممانعة لأنواع المضادات الحيوية اللي موجودة عندنا وبالتالي أصبحت غير فعالة. صحيح. لو الناس استمرت على هذا النهج منظمة الصحة العالمية بتتوقع انه في 2050 في 10 مليون واحد هيفقد. وبالتالي كان لابد ان تبادر وزارة الصحة المصرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإعادة وضع الامور في نصابها الصحيح من خلال اطلاق الاستراتيجية القومية ترشيد استخدام المضادات الحيوية اللي هي عبارة عن مجموعة من الأركان الأساسية ولها تدريب العاملين في من الكوادر الطبية على الاستخدام الأمثل. أنا النهاردة عشان الدواء هناك من يصرح باستخدامه. صحيح. وهو الطبيب، وهناك من يقوم بصرفه وهو الصيدلي، وهناك من يقوم بإعطائه داخل المستشفيات وهم زملاء أعضاء هيئة التمريض. كل دول احنا اشتغلنا عليهم في الفترات السابقه لتدريب الكوادر الطبيه على الاستخدام. مفهوم. الامن. طيب يا دكتور، انا بس يعني عندنا ايضا مشكله كبيره يا دكتور اللي هي الاكياس اللي بتباع في الصيدليات اللي هي بيبقى فيها كوكتيل من الادويه، بيقول لك مثلا دي مجموعه براشيم البرد، بتتباع كده وبتتحط كده لوح في بعض المناطق الشعبيه او الحقن الخاصه بتاعت البرد، واللي بتؤخذ ايضا بدون اي رقيب او حسيب او رقابه.
هل ستمتد الحملة أيضا من أجل مكافحة كل ألوان التعامل الخاطئ مع الدواء؟ الحقيقة هي ممتدة منذ فترة، وإحنا وزارة الصحة المصرية أطلقت عدة تحذيرات سواء من خلال البيانات أو من خلال المداخلات أو من خلال مواقعنا على أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لا يوجد ما يسمى بالكوكتيل الدواء ولا حقنة البرد ولا مثل هذه الأمور، ضررها شديد جدا، لأنه في النهاية كما قلنا أنه لا يؤخذ الدواء إلا استثناءات قليلة من خلال وصفة طبية. أنك لا يوجد أي دراسة بتقول أنه تجميع هذه الأدوية في وقت واحد وتعاطيها في وقت واحد ما هو الضرر الذي يمكن أن تسببه على الجسم وعلى أعضاء الجسم والتفاعلات التي تحدث ما بين أنواع الأدوية، مدى تأثيرها على الصحة، صحة الإنسان وظائف أعضائه. فالحقيقة أن دي جزء مهم جدا فعلا من الاستخدام بقى غير المبرر للأدوية بشكل عام. طيب دكتور، أحب أعرف من حضرتك إيه هي آليات التنفيذ الخاصة بأهداف هذه الاستراتيجية؟ هل هو جانب توعوي فقط؟ يعني زي ما ذكرت أن الجزء الأولاني هو التدريب والتوعية، الجزء الثاني أن احنا اشتغلنا على 227 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة وما يقرب من 85 مستشفى من المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عشان نتابع آليات صرف واستخدام المضادات الحيوية للمرضى في الأقسام الداخلية وفي الرعايات المركزة وفي أجنحة العمليات. الجزء الثالث بقى انه بعد ما ننتهي من ادخال جميع المستشفيات هنبدا نتعامل مع استخدام المضادات الحيويه للمرضى المترددين على العيادات الخارجيه والمترددين على العيادات الصيدليات سواء كانت عامه او خاصه. بنشكرك يا دكتور. الدكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزاره الصحه، ربما اوضح لنا التحذير الذي اصدرته وزاره الصحه المصريه لمواطنيها، واللي بتؤكد فيه ان الافراط في استخدام المضادات الحيويه هو خطر جسيم ادى الى وفاه العديد من المصريين فوق المليون، وان توقعات منظمه الصحه العالميه ان هم يوصلوا ل 10 مليون مواطن بحلول عام 2050 لو استمرنا في نفس النهج ونفس الاسلوب.